السلام عليكم. أنا حسام عبد السلام، واحد من المعجبين شديد بالشعب السوداني وبالثقافة السودانية، وافتخر بها جدا جدا. بفتكر إنه نحن في العالم حسب قناعتي ما في شعب زي الشعب السوداني. الكلام ده الناس بتتكلم عن الثروات الموجودة في الأرض والثروات الموجودة في الكنوز، يعني الموجودة في بطن الأرض وفي الزراعة وفي غيره، تهمل الجانب الإنساني للإنسان السوداني. أنا أفتكر إنه نحن غنيين جداً بإنساننا وبثقافتنا، محتاجين نوريها للعالم، محتاجين نعرف بعض. كثير من المشاكل الحاصلة بيناتنا هي بس نحن ما بنعرف بعض. اللوحة اللي فاتت زي ما واضح إنها هي من شرق السودان، البيجا، ناس جميلين جداً جداً، عندهم كمية من الإيقاعات، كمية من المغامات، ومحتاجين الناس تعرفهم أكثر عشان تحبهم. بفتكر إنه نحن إذا لقينا الفرصة لعرض ثقافاتنا، وزي ما قال المتحدث القبلي إنه هي الفنون سواء كانت أفلام أو دراما أو غيرها، هي أكثر حاجة ممكن نحن نوصل بها أفكارنا ونوصل بها نتكلم عننا. يعني أنا مشروعي الشغال فيه بفتكر إنه الموسيقى والغنى هي من أكثر الحاجات اللي ممكن توصلنا لبرا وتعرض حقيقتنا نحن كشعب سوداني ولبعضنا. يعني أنا بعد شوية حأعمل في مقطوعة اسمها رحلة إلى دارفور. الناس بتعرف دارفور، ما بتعرف عنا أي حاجة، عن الشعب في دارفور. شعب جميل جدا جدا، ناس بيحبوا السلام، ناس حنينين. الحاجة دي حتظهر من المقطوعة الجاية اللي أنا حاشتغلها اسمها رحلة إلى دارفور. Thank you.
عندنا في جنوب كردفان من الرقصات اللي اشتهرت اسمها الكمبلة، برضو بتوري كيف حياة الناس في جنوب كردفان من قبائل النوبة. نشوف الكمبلة.
شكرا جزيلا.